السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلامذة الأعزاء. إذا الآن إن شاء الله مع درس جديد تحت عنوان ضرب الأعداد الصحيحة الطبيعية multiplication des nombres entiers. إذا مع الأهداف التعلمية المرجو تحقيقها من هذا الدرس وهي أن يكون المتعلم في نهاية الدرس قادرا على حساب جداء عددين صحيحين باعتماد التقنية الاعتيادية للضرب calculer le produit de deux nombres entiers en utilisant la technique usuelle de la multiplication. إذا الآن تمثل أعزاء كما سبق لنا أن تعرفنا في حصة الدرس في وضعية البناء تعرفنا على التقنية الاعتيادية وتعرفنا على كيفية إنجاز عمليات ضرب وجداء عددين صحيحين طبيعيين. إذا الآن تمثل أعزاء سنطبق ما رأيناه في الدرس. إذا الآن مع النشاط الأول وهو كالتالي رتب الجداء التالية من الأصغر إلى الأكبر دون إجراء العملية. إذا هنا يجب أن نقوم بترتيب هذه الجداءات إذا بدون إجراء أي عملية. إذا كما تلاحظون تمثيل الأعزاء لدي 1 2 3 4 5 6 7. إذا هنا لدي 7 جداءات. إذا الآن سيجب أن نرتب هذه الجداءات من الأصغر إلى الأكبر. إذا كما تلاحظون تلامذتي الأعزاء أن الجداءات التالية تتكون فقط من عددين أي عدد ضرب عدد، ولكن هناك عدد يتكرر في كل جداء. إذا هنا سيسهل علينا ترتيب هذه الأعداد وذلك بمقارنة فقط العدد الثاني لأن العدد الأول يتكرر في كل عملية. إذا كما تلاحظون هنا العدد الأصغر من بين هذه الأعداد الثانية وهو العدد 3. إذا هنا نرى أن الجداء 27 في 3 هو أصغر جداء ونكتب 27 ضرب 3. إذا هو أصغر جداء. إذا بعد ذلك العدد 3 كما تلاحظون تلامذة الأعزاء جيدا يليه 4. إذا هنا العدد الثاني أو الجداء الثاني هو 27 ضرب 4. بعد ذلك 4 يليه هنا لدي 3 4 يليه 6 لأن 6 أكبر من 4. إذا 27 ضرب 6. إذا بعد ذلك بعد 6 تليه 8. إذا 27 ضرب 8. وبعد ذلك لدينا 12. إذا 27 ضرب 12. ثم بعد ذلك 13. إذا أكتب 27 ضرب 13. وأخيرا 27 ضرب 19. إذا وهكذا تمثل الأعزاء أكون قد قمت بترتيب الأعداد أو الجداءات عفوا بدون إجراء أي عملية. إذا لأنه هنا في كل جداء العدد 27 يتكرر في كل مرة. إذا هنا يجب فقط أن أقوم بترتيب العدد الثاني وهو 4 أو 3 12 19 إلى آخره. إذا كما تلاحظون لدي 27 في 3 أصغر من 27 ضرب 4 أصغر من 27 ضرب 6 أصغر من 27 ضرب 8 أصغر من 27 ضرب 12 أصغر من 27 ضرب 13 وأصغر من 27 ضرب 19. إذا الآن تمثيل الأجزاء سننتقل إلى النشاط الثاني. إذا النشاط الثاني هو كالتالي أحيط النتيجة الأقرب إلى كل من الجداءات التالية. إذا سبق لنا أن تعرفنا في الدروس السابقة في الأعداد الصحيحة الطبيعية على كيفية إنجاز العدد المقرب لعدد ما أو الحساب المقرب أو الحصر المقرب. إذن كل هذه الخاصيات سبق لنا أن تعرفنا عليها في الدروس السابقة. إذن الآن لتحديد أو إحاطة النتيجة الأقرب لهذا الجداء يجب أولا أن نقوم بتحديد الجداء الأقرب لهذا الجداء. إذن كما تلاحظون 89. إذا ما هو العدد الأقرب لـ 89؟ إذا هو 90. حسن جدا. إذا العدد الأقرب لـ 89 هو 90. وما هو العدد الأقرب إلى 498؟
حسن جدا، هو 500 كما سبق لنا أن تعرف. إذن بعد إنجاز الجدائي المقرب الآن يمكن لنا أن نحيط النتيجة الأقرب. إذن كما تلاحظ تلمت الأجزاء وسبق لنا أن تعرفنا في حصة الدرس لإنجاز جدائي مقرب أو جدائي ما على هذه الطريقة نكتفي فقط بضرب العدد 9 في 5، إذن 9 في 5 45 والباقي نضيفه أصفار، إذن تصبح النتيجة كالتالي هي 45,000. إذن كما سبق لنا أن تعرفنا تماما، إذن 9 ضرب 5 45 والباقي نضيفه أصفار، إذن تصبح النتيجة 45,000. إذن من نفس الطريقة ننجز الجداء الثاني، إذن ما هو العدد الأقرب لـ 78؟ هو 80، والعدد الأقرب لـ 99 هو 100. إذن وهكذا أكون قد قمت بإنجاز الجداء المقرب. إذن بنفس الطريقة 8 في 1 8، وبعد ذلك الباقي أضيفه أصفر كما تعرفنا تماما في حصة الدرس. إذن الجداء الأقرب أو النتيجة الأقرب عفوا هي 8,000. بنفس الطريقة هنا كذلك 48 العدد المقرب لها هو 50، و 51 العدد المقرب أيضا هو 50. إذن هنا كما تلاحظ تم الجزاء أقوم بإنجاز أقرب العشرات، كذلك هنا أقرب مئات وهنا كذلك أقرب العشرات وأقرب المئات. إذن بنفس الطريقة 5 في 5 25، والأصفار الباقيين نضيفهم بعد 25، فبالتالي نحصل على النتيجة التالية وهي 2500. إذن هنا فقط من الأجزاء نقوم بتطبيق ما رأيناه في الدرس فقط لا أقل ولا أكثر. إذا الآن سننتقل إلى النشاط الثالث. النشاط الثالث هو أنجز العمليات التالية. إذن هذا النشاط هو سهل جدا، إذن هنا سنطبق الطريقة الاعتيادية التي سبق لنا أن تعرفنا عليها في السنوات الفارطة وكذلك في درسنا وهو ضرب العدد الصحيح الطبيعي. إذن الآن سأقوم بإنجاز العملية الأولى. إذن كما تعلمون أن 7 ضرب 2 تساوي 14، إذن أكتب 4 واحتفظ بالواحد. 7 ضرب 9 حسن جدا 63، والواحد 64، إذن أكتب الأربعة واحتفظ بالستة. 7 في 4 28 زائد 6 34، إذن بهذه الطريقة. إذن بعد ذلك أترك هنا نقطة أو فراغ. إذن أنتقل الآن إلى الرقم الموالي وهو 4، رقم العشرات. إذن 4 ضرب 2 8 وأكتب 8، 4 ضرب 9 36، أكتب 6 وأحتفظ بالثلاثة. إذن هنا لكي لا أخلط بين احتفاظات أقوم بحذف هذه احتفاظات. إذن قلنا 4 ضرب 6 36، أكتب 6 وأحتفظ بالثلاثة. 4 ضرب 4 16، والثلاثة 19، إذن أكتب هنا 9 وأحتفظ بالواحد. إذن هنا تركت نقطة، بعد ذلك أترك نقطتين كما تعرفنا في حصة الدرس. إذن الآن أنتقل إلى رقم المئات. 2 ضرب 2 4، 2 ضرب 9 18، أكتب 8 وأحتفظ هنا بالواحد. إذن هذا الثلاثة احتفاظ الأول. إذن 2 ضرب 4 8 والواحد 9، وبعد ذلك أنجز عملية الجمع. إذن 4 زائد 8 12، أكتب الاثنان وأحتفظ بالواحد. 4 زائد 1 5، والستة 11، والأربعة 15، أكتب الخمسة وأحتفظ بالواحد. 3 زائد 1 4، 4 زائد 9 13، 13 زائد 8 21، إذن أكتب الواحد وأحتفظ بالاثنان. إذن 1 زائد 2 3، 3 زائد 9 12، إذن بالتالي
تكون النتيجة النهائية هي كالتالي 121,524. إذا الآن ثبت الأجزاء بنفس الطريقة، سننتقل إلى العملية الثانية. إذا 9 ضرب 6 كم تساوي؟ حسن جدا 54. إذا أكتب هنا الرقم 4 وأحتفظ إلى 5. 9 ضرب 7 63، والخمسة 68. أكتب 8 وأحتفظ بالستة. إذا 9 ضرب 9 81، والستة 87. بعد ذلك أترك فراغ أو نقطة. إذا من نفس الطريقة 8 ضرب، إذا هنا أقوم بحذف الاحتفاظات الثانية لكي لا أخلط الاحتفاظات الأولى. إذا 9 ضرب 7 ثلاثة، الآن نحن في رقم 8 ورقم 10. إذا 8 ضرب 6 48، أكتب 8 وأحتفظ بالأربعة. 8 ضرب 7 56، والأربعة 60، أكتب الصفر وأحتفظ بالستة. 8 ضرب 9 72، والستة 78. إذا الآن سأترك فراغين وذلك أقوم بحذف الاحتفاظات الأولى لكي لا أخلط. الآن ننتقل إلى رقم 105. 5 ضرب 6 30، أكتب الصفر إذن 5 ضرب 6 30، أكتب الصفر وأحتفظ بالثلاثة. 5 ضرب 7 35، والثلاثة 38، أحتفظ هنا بالثلاثة. 5 ضرب 9 45، والثلاثة 48. إذن أنجز 4. 8 16، أكتب 6 وأحتفظ بالواحد. إذن هنا عملية الجمع. 7 واحد 8، 8 زائد 8 16، والثمانية 24. 7 زائد 2 9، والثمانية 17. 4 زائد 1 5. إذن تصبح النتيجة كالتالي 574,864. إذا بنفس الطريقة أنتقل إلى العملية الثالثة. 8 في 7 56، أكتب 6 وأحتفظ بالخمسة. 8 في 0 0 زائد 5 5. 8 في 3 24. إذا الآن ننتقل إلى رقم عشرات. 6 في 7، هنا أقوم بوضع نقطة أو فراغ. 6 في 7، إذا قبل ذلك أقوم بحذف الاحتفاظ لكي لا أخلط. 6 في 7 42، أكتب الاثنان وأحتفظ بالأربعة. 6 في 0 0 زائد 4 4. 6 في 3 18. إذا الآن أقوم بوضع نقطته وأحتفظ وبحذف الاحتفاظ الأسبق. إذا أنتقل إلى رقم المئات. 9 في 7 كم؟ 63 صحيح. 3 أحتفظ بالستة. 9 في 0 0 زائد 6 6. 9 في 3 27. وبعد ذلك قم بإنجاز عملية الجمع. إذن 6 7 4 زائد 4 8 زائد 3 11. أكتب بالواحد وأحتفظ بالواحد. 2 زائد 1 3 والثمانية 11 زائد 6 17. أكتب 7 وأحتفظ بالواحد. إذن 1 زائد 1 2 زائد 7 9، وهنا لدي 2، وتصبح النتيجة كالتالي 297,176. إذا الآن تتبقى إلى النتيجة أو عفوا الجداء الأخير. إذا بنفس الطريقة 9 ضرب 5 45، أكتب 5 وأحتفظ بالأربعة. 9 ضرب 7 63 زائد 4 67، أحتفظ بالستة. 9 في 3 27 زائد 6 33. إذا الآن قم بوضع نقطة أو فراغ كما تعلمنا في حصة الدرس. بعد ذلك أقوم بحذف الاحتفاظات لكي لا أخلط باحتفاظات ثانية. إذا 0 ضرب 5، أنتقل لرقم عشرات. 0 0 ضرب 7 0 0 ضرب 3 0. إذا بعد ذلك أنتقل إلى رقم المئات. إذا وأضع هنا نقطتين أو فراغين. 4 ضرب 5 20، أكتب الصفر وأحتفظ بالاثنان. 4 ضرب 7
28 زائد 32 اكتب الصفر واحتفظه بالثلاثة. 4 ضرب 3 12 زائد 3 15. بعد ذلك أنجز 5 7 3 3 5 1. إذن هنا أقوم بإنجاز عملية الجمع. إذن تصبح النتيجة كالتالي 153350. إذن هكذا تمت الأجزاء نقوم بإنجاز العملية التالية باستعمال الطريقة الاعتيادية التي سبق لنا أن تعرفنا عليها في الدرس. إذن الآن ننتقل إلى النشاط الرابع وهو كالتالي. إذن